ونروح لمؤسسة حياة كريمة اللي وقعت هي وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وشركة فايزر اتفاقية تعاون مشترك ثلاثية بهدف تعزيز التعاون لتوفير أحدث العلاجات المبتكرة للمواطنين الأكثر احتياجا في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بمقتضى هذه الاتفاقية ستتعاون الجهات الثلاثة في برنامج لتقديم دعم متكامل من أجل توفير أحدث العلاجات في قرى حياة كريمة وأيضا لعلاج الحالات المرشحة من قبل المؤسسة. هذا التعاون يأتي تأكيدا على جهود الدولة المصرية وحرصها على توفير أحدث العلاجات والأدوية لكافة المواطنين. للقطاع الطبي لمؤسسة حياة كريمة دور كبير جداً بيقوم بيه، عشان كده تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين مؤسسة حياة كريمة وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وشركة فايزر مصر لتوفير أحدث العلاجات المبتكرة للمواطنين الأكثر احتياجاً خاصة القرى البعيدة، مركزين على الوصول للمستحقين خاصة مرضى الأورام، وبيساعدنا في ده مكاتبنا الميدانية اللي موجودة في كل محافظات مصر عشان نوصل للناس اللي مش قادرين يروحوا المستشفى ونقدر احنا ناخدهم ونبدا رحله العلاج معاهم. الهدف من الاتفاقيه هو طبعا ان احنا يكون عندنا احدث العلاجات متوفره للقرى اللي هي تحت طبعا قياده مؤسسه حياه كريمه تحت اشراف اي بي. في عندنا جزئين مهمين جدا بالنسبه لفايزر مصر، الجزء الاولاني هو طبعا التوعيه، الجزء الثاني هو طبعا دلوقتي توفير احدث العلاجات من خلال اليو بي اي بالتعاون مع مؤسسه حياه كريمه. الهدف من البروتوكول هو التركيز على الوصول لكل المرضى من خلال مقرات حياة كريمة الميدانية في كل المحافظات عشان يتم توعيتهم وتوفير أحدث العلاجات والأدوية المبتكرة وتقديم كل الخدمات الطبية ليهم من خلال عدة وسائل طبية مختلفة بتقوم بها مؤسسة حياة كريمة مع المستشفيات الحكومية وجميع الوحدات الصحية التابعة لكل القرى الأكثر استحقاقاً. نبتدي ننفذ الخطة لأن إحنا ما عملناش البروتوكول وبعد كده هنعمل الخطة، لا الخطة اتعملت الأول طبعاً ما بين كافة الجهات سواء هيئة الشراء الموحد وشركة فايزر، قعدنا في اجتماعات ناقشنا عملنا الخطة والاستراتيجية. طبعا المريض ما بيتحملش أي تكلفة ومن خلال حياة كريمة بتتابع مع المريض، لو إن شاء الله يعني ربنا يشفي مرضانا كلهم احتاج العلاج اللي احنا بنوفره من خلال شركة فايزر وبالتعاون مع البروتوكول. حياة كريمة بالتعاون مع الشراء الموحد وشركة فايزر بنوفر للمريض الكورس بتاع العلاج بتاعه. لا زالت حياة كريمة مستمرة في تقديم دورها القوي لدعم كل الأهالي الأكثر احتياجاً عشان يوصلوا لأعداد كبيرة من المرضى لتقديم الرعاية الصحية الطبية المتكاملة ليهم، وبكده هينقلوهم لبر آمن خالي من أي أمراض.